Hörmətli cənab prezident, zati ailələri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bu səfər Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Keçən il biz prezident Sisini Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bu onu göstərir ki, siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bundan sonra da bu siyasi diyaloq davam etdirilsin. Mən prezident Sisini Bakıda keçiriləcək COP29 konferansına dəvət edəcək etdim və şadam ki, mənim dəvətim qəbul edilmişdir. Eyni zamanda bildirdim ki, Misirin COP27 sədriliyi və ev sahibliyi böyük uğurlarla nəticələndi. Bu münasibətlə həmkarımı təbrik etdim və kəmə əkkədtə ənə Masır istədafət bişəkl nəcihin COP27 və وكما أكدت أن استعداد جانب الأذربيجان لاقتناء خبرة المصرية في خبرة المصرية في هذا التجف في تنظيم وإعداد COP29 وهناك توافق في منظمات دولية في شتى القضايا ولدينا التعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ونحن نقوم بجهود مشتركة لتعزيز وتقوية التضامن الإسلامي كما تعرفون فقد كانت أذربيجان تترأس قمة حركة عدم الانحياز خلال 4 سنوات الماضية فلسطين إسرائيل münasibətlərinin tənzimlənməsi fima yetaallaq bil alaqat al israili falastiniya wa qiyam al dawla falastin al mustaqilla فكان هذا الموضوع يحظى باهتمامنا كبير أثناء رئاستنا لحركة عدم الانحياز وموقفنا ينحصر في قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولابد أن تتوقف الحرب في غزة فورا وكل القضايا لابد أن يتم حلها ومعالجتها بطرق سلمية من خلال محادثات حيث أكدت لسيادة الرئيس أن أذربيجان تدعم الجهود المصرية في هذه الاتجاهات في هذا الاتجاه ولا بد أن تأخذ جميع المبادرات المصرية في هذا المسار للاعتبار. كما قدمت لسيادة الرئيس المعلومات حول التطورات فيما يتعلق بعملية التطبيع مع أرمينيا حيث تم إعادة 4 قرى أذربيجانية إلى أذربيجان وذلك بناء على المحادثات الثنائية وكما تجري عملية التحديد وترسيم الحدود حيث تم في تاريخ هذه العملية تحديد نحو 12.7 كيلومتر وكذلك أبلغت سيادة الرئيس بأن جمهورية أذربيجان قد استعادت في شهر سبتمبر عام 2023 سيادتها على جميع على كافة أراضيها. Həmkarımın diqqətinə çatdırıldı ki, 2 ilə yaxındır ki, أخبرت إلى سيادة الرئيس أن الحدود الأذربيجانية الأرمنية تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولا يتم رصد أي انتهاك
فيما يتعلق بالتفاعل الثنائي فينبغي أن نشير إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري حيث تم ارتفاع، غير هذا الارتفاع لا يرضينا. وكذلك تحدثنا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة وصناعة الألومنيوم والسائر مجالات، وأتوقع التوصل للنتائج الإيجابية. وكذلك أجرينا تبادل الآراء حول الممرات النقل من والممرات بتحديد ممرات التي تمر عبر الأراضي الأذربيجانية، حيث تم إنشاء البنى التحتية التي تمر عبر أراضي أذربيجانية. هناك الفرص جميلة والسانحة جدا للتعاون في هذا المجال. أما الجلسة التالية للجنة المشتركة الاقتصادية، فقد قدموا أعضاء الوفدين معلومات في هذا الاتجاه، وحيث تم الجلسة الأخيرة أو تم انعقاد الجلسة الأخير في عام 2020، ستنعقد الجلسة التالية خلال هذا الشهر، خلال هذه السنة، وأتمنى أن سوف نتخذ الخطوة التالية لإنجاح هذا التعاون. وسيادة الرئيس، أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستقبال والحفاوة البالغة، وتحدون أمل أننا سوف نلتقي في أذربيجان في شهر نوفمبر خلال كوب 29.